خويا حسين قبرك وين يا ابنك خالد دفنوني خويا حسين قبرك وين يا ابنك خالد دفنوني عساني تغسلت بدمك يا قلبي تغسل بدمك وتمنيت القبر ضمني يا خو يا قبر ما ضمك ولو بيدي يا ضي عيني فلا عوفك وظل يمك وزيح تراب المغطي ونامي بطولك اشتمك وروي جب دك العطشان اخويا بدمعه عيوني اخويا حسين اخويا حسين قبرك وين يا ابنك خالد دفنوني اخويا حسين قبرك وين يا امك خالد ابنوني لداري شلون ارد ليها وعندي شضال بعد بالدار داري كانت الوفاد تقصد لي هليل نهار يا خويا ولا وقف بالباب وعنك ناشد الخطة وقل لي وين اخوتي حسين شجاويب والقلب محتار تجاويب حق سرتي ودمعي لو ان عنك ينشدوني خويا حسين خويا حسين قبرك وين يا ابنك خالد دفنوني خويا حسين قبرك وين يا ابنك خالد دفنوني يعذبني لنشاد يا حسين لوين الأرض الوطن ردي وعقوب ذاك الشمل لني وحيدة بلا ولي ظل البيت شلون طبنا هو شوف اظلم يا خويا البيت ما يوقع علي اللوم لو ان صبحي ومسا والنيل انا المثلي حلالي النوم لم انت تجرح يجفوني خويا حسين
قبرك وين يا أمك خالد يفنوني خويا حسين قبرك وين يا أمك خالد يفنوني فلا عوفك يا بعد اختك ويا مقبرك لجيم النوم والدفنة وقلبها شلون تقدر عن قلبها تروح أروح عن بس جسد يا حسين خويا بكي كتور مجروح لو أنجد ميطاوعني ما تقبل يا خويا الروح وعقوب ذاك القدير والعين أريد مصوب أمتوني خويا حسين خويا قبرك وين يا أمك خالد يفنوني خويا حسين قبرك وين يا أمك خالد يفنوني أريد أشبك إيدي عليك وضمن قبرك بصدري ونوحي وخلي دمعي العين دمي على الوجه يجري دفى لك دفن وياك قلبي وهبتي وخدري صبرتي على الهضم يا حسين وعلى فراقك صعب صبري يا ريت دفن وياك وبلا حداك واسدوني خويا حسين قبرك وين يا أمك خالد يفنوني خويا حسين يا خويا قبرك وين يا أمك خالد يفنوني عباس ما تقعد تحاجيني استديو العقيلة عليها السلام على أتم الاستعداد لتسجيل إصداراتكم المميزة من الرتميات والنواعي والقرآن الكريم والأناشيد الإسلامية والأدعية والزيارات وقصائد الأعراس والأفراح بتقنية متطورة. للطلب والحجز هاتف رقم 00965 62 00362 في دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترمي مقطع جفوفك يا المن فقد شوفه بالدرب منه اللي يدليني وانا نعمة عيني